فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وما أكثر ما ابتليت به النساء المسلمات اليوم من التشبه بالكافرات في شعورهن. نعم. فمنهن من تقصه وتدرجه، ومنهن من تجعله على شكل جمة الرجل تتشبه بالرجال وتحصل على اللعنة، ومنهن من تغير لونه وتصبغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات، فتغير لونه الجميل الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات، وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان. ولهذا معاوية رضي الله عنه أنكر هذا الفعل على المنبر، وجاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الرواية ما يدل على أن وصله حتى بغير الشعر، حتى وصله بالخرق أنه محرم.